اهلا شاشة، نقول لكم سير اخويا كمال معكم. بيس معكم مو حكيم جنرال جنرال، معكم الجنرال مستر كالدي فلور ريجسترومو. تشوف عليك خويا وبيس لكاع العشره لهم مافيا الريكورد مافيا الريكورد و اش بيكرا واللي راهم غايبين علينا. يلا اخويا خالد تقلنا داك الصويت ان شاء الله القلب نساك وراك كيما ديما كنوعدكم بالجديد وكاين الجديد طلقنا داك راه اللي طلق لي اخويا داك عطيه الصات ها هو العشير هنا في الروجيستر هو ها نسيت القلب لي هواك صافي انتي تزوجتي درت وليدات ونسيتي وانا لا قلبي دستي نسيت القلب لي هواك قلب لي كان يهواك اليوم صافي رانسى بيت صران اما الفنجور وما يجيني نسيت القلب اللي تمناك وقاش مهاني كل يوم عايش وحداني فيك انتي واش بداني حتى نقاصي العذاب كيما كنتم معنا يا بنت ومسات بدلاتنا واليوم راني نتهلل شوف مستر خالدي ديما صح بيس لكاع العشران وفك لكاع العبيان وهادي ليك سبيسيال سانز اوبلي وفادو لسبان
وهذه خاصه لك وراني كنفكر فيك كاع واش خافي كوني هانيه نيشان الله ينصر حبكم عينا اخويا عشرة وسمحوا لنا الدراري راه خمسة السوايع ولا ستة حنا كنسجلوا هاد لا شونسون هادي ما سي با غراف المهم نتمنى غير وهذا ما كاين المهم شي حاجه صداع في ريكورد راكم عارفين شوف ما كتهمش الثمره واني القيمه ديال الثمره هذه اللي ضربنا ما غاديش نعرفوها دابا من بعد غادي نعرفوها وماشي خساره الوقت مع الدراري وديديكاس لولاد الحاج كاملين ما نساوش سميكستاف وكيكون محاكيم و جنرال والجنرال شكون اللي نسينا مقاتل اش فلو مقاتل اش فلو خويا هشام تحيه لك خاصه ونخليو لنا خويا كامل الكلمه وعماد واحد ديديكاس لولاد حمصي ان شاء الله تويتر يطلع زاز ان شاء الله ان شاء الله وتنتوما لكم ان شاء الله التوفيق راكم عارفين الجنرال الميكساج والماسترينغ محاكم راكم عارفين شي حاجه المهم كيبقى الاستوديو ما فيها ريكور ومرحبا بالجميع وديديكاس لولاد حمصي العزاز اللي ديما راكم في البال شريشير شريشير من طنجة حتى للقويرة سبيسيال ديديكاس لكاع العشران من العمر انت الشريشيرة تحية خاصة لك وفاء ما تنساش المرة الجاية ان شاء الله كاينة لا شونسو جديدة هي مشي شي وتقلق شي ملي رحتي وملي رحتي وكاين القلب نساك هي اللي غنينا دابا والمهم نتمنوا يكون الخير والماكسي راها قريبة ان شاء الله وفاء تهلاينا في خالد راه هي هو اللي عندنا انا ضيعتيه نمشي ياك اخويا شوف عليك وانت شوف راه شي جدر لك سرق لي البورطابل وشوف التصاور التصاور ديالك انا وقال لي شكون وفاء والمهم يلا باي باي عليكم سلامه